أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك من يحتج بأن المال الذي يوضع في البنك ويقوم البنك باستثماره وإعطاء أصحاب الإيداعات فوائد على ذلك أن هذا يعتبر من المضاربة، فما رأيكم وفقكم الله؟ ما هو مضاربة، أنت ما دفعته على أنه مضاربة، دفعته على أنه للحفظ، أودعته عندهم للحفظ فقط، لأنك تخاف عليه يسرق يحترق يجي شيء، فأنت تودعه عندهم للحفظ فقط، ما أودعته عندهم للاستثمار. إذا أودعته للاستثمار صار ربا، صار ربا. نعم.